ايه اللي بيحصل في الاقتصاد؟ انا هبدا معاك بالكهرباء. الكهرباء اللي هي من الطبيعي ان هي بتوصل لكل بيت في مصر. فائض الكهرباء في السنتين اللي فاتوا في مصر بيوصل 25% بعد ما كان في عجز بحوالي 20% قبل الفترة دي، وبقينا مش عارفين بقى نودي الكهرباء فين، وكل شوية اتفاقية ربط كهربي ونبيع بسعر رخيص، واحنا المواطنين اصحاب البلد نشتري بالغالي زي الغاز بالظبط، يتصدر لاسرائيل وانت ما تلاقيش انبوبة البوتاجاز. ده غير القروض عشان شركة سيمينز وغيرها، شركة سيمينز الألمانية. تعالى كده نشوف خبر فائض الكهرباء مع بعض اهو. في 7 سنوات كيف تحول عجز انتاج الكهرباء الى فائض اكثر من 25%؟ طيب كلام حلو اهو وجميل. زعلانين ليه انتوا بقى؟ احنا مش زعلانين، هقول لك الدنيا عندك يا معلم زي الفل. ليه بقى نتفاجئ امبارح بالموافقه على قرض ياباني، وركز في الرقم، ب 20 مليار 20 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء؟ يعني ايه بالين يا عم احمد؟ ترجم لنا بالملايين كده. هقول لك يعني حوالي 176 مليون دولار، والخبر اهو. قرار جمهوري بالموافقه على قرض ياباني ب 20 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء والمصدر الوطني. طيب يعني تقريبا 2.5 مليار جنيه. طب ليه؟ هتعمل ايه في الكهرباء اللي انت اصلا مش لاقي حد يشتريها، والقروض اللي عماله بتتراكم لغايه ما انت اصلا ما انتش عارف تسد الديون، وحتى الاحتياط الاجنبي كتير منه بالديون. رغم انه اعلن الزياده، لكن شوف الديون عليه بقى في الخبر من موقع الخليج الجديد اهو. البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياط الاجنبي لاكثر من 40.9 مليارات دولار. طيب كله بالديون زي ما قلت لحضرتك، وبدل بقى ما نتخلص من هم الديون التقيل اللي عمال ياكل من اي انتاج او زياده في الدخل، على طول بتروح تتخلص من مصادرك ومواردك الاساسيه لصالح مستثمرين اجانب زي ما حصل مع مجمع التحرير، والخبر ده عجيب جدا. بص يا سيدي، اعاده تاهيل مجمع التحرير في قلب القاهره باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار. القيمة دي عليها خلاف، ليه؟ لأن المستثمرين أمريكان مش مصريين، وهم الكسبانين. كسبانين إيه؟ إن هم يبقى تحت إيديهم أهم مبنى حكومي في مصر، اللي هو أنا قلت لك في المقدمة وافتكر معايا كده، أهم مبنى حكومي في مصر في المكان الجغرافي الرائع ده هيبقى بقيمة شقة كده في أمريكا. جبت الكلام ده منين؟ أهو تعال نشوف كده خبراء الاقتصاد بيقولوا إيه. بص يا مولانا، بيقول لك الاقتصادي الكبير دكتور علي سليمان كتب معلقا على صفقة تطوير مجمع التحرير قائلا: شقة بتمن صفقة مجمع التحرير. اشرح لنا بقى الكلام. أعلنت إحدى الصحف الأمريكية عن سعر بيع أفخم شقة في منهاتن بسعر 169 مليون دولار، أي أزيد من 2.4 مليار جنيه. وتتغنى الصحف بمزايا الشقة التي تشغل 800 متر على مستويين ولها طلة جميلة على سنترال بارك إلى آخره. قارنت هذه الفرصة بصفقة تطوير ومشاركة مجمع التحرير الذي بني في العهد الملكي ويحوي حوالي 1400 غرفة في أحسن موقع في القاهرة، والذي سيتحول بتعاون أمريكي إماراتي إلى فندق فخم ومجموعة هائلة من المطاعم والمحلات تستفيد من فضاء ميدان التحرير وقربه من محطات المترو والمتحف المصري الشهير. كل هذا بمساهمة أجنبية قدرها فقط 220 مليون دولار. نصيحتي ادفع شوية زيادة وبلاش الشقة، واطلع لنا معلش بقى بالصورة، أيوة كده، وري الناس المبنى العظيم، مبنى مجمع التحرير اللي بقى بتمن شقة في منهاتن. امبارح بس يتباع 10% من أسهم شركة أبو إيلي الأسمدة في البورصة. أه والله يا جماعة، الخبر أهو عشان يبقى كل الكلام بالأخبار وبالمصادر. الحكومة تبيع 10% من أسهم أبو إيلي الأسمدة مقابل 2.2 مليار جنيه. وللعلم
شركة أبو إيل للأسمدة اتأسست في 1976، وهي أول وأكبر منتج أو منتج متكامل للأسمدة النيتروجينية في مصر، وبتنتج مجموعة واسعة من منتجات الأسمدة زي الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم وغيرها. للأسف احنا بنعيش سياسة قصيرة النظر بتبدد مقومات البلد عشان استسهال القروض، وكل ما تتزنق استلف، كل ما تتزنق استلف من بره. طيب استلفت، بيع الأصول. طب وبعدين، هو ده حل؟ هنحاول مشاهدينا الكرام ان احنا ندور على حل ونشوف حل لهذه المشكلة عما يحدث في الوضع الاقتصادي في مصر. خليني أرحب بضيفي وضيفكم اللي بيشرفنا عبر سكايب، الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. طيب هبدأ مع حضرتك بسؤال عن الأسس التي يتم بناء عملية الاقتراض عليها من جانب مصر، والإقراض أيضا من الطرف الآخر. نريد أن نتعرف على هذه الأسس. هو طبعا عملية الاقتراض الخارجي بتتم من عدة مصادر. يعني المصدر الأول هو المؤسسات الدولية، هي البنك والصندوق الدولي. المصدر الثاني هو سوق السندات الدولية، اللي احنا كل فترة بنسمع ان مصر طرحت سندات دولية في السوق ب4 مليار او ب5 مليار او ب7 مليار. المصدر الثالث هو الاتفاقيات الثنائية للديون، زي اخر حاجة حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية ب3 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، وللمساعدة في مواجهة تعديات سلبية لأزمة كورونا. والمصدر الرابع هو البنوك التجارية. طبعا أسوأ هذه المصادر هو البنوك التجارية، لأن البنوك التجارية بتدي للناس قروض قصيرة الأجل وسعر فايدة عالي. طبعا عيب الديون بتاعة مؤسسات التمويل الدولية إن هي عادة بتبقى مرتبطة بأجندة بترهق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلد، زي ما شفنا في 2016 وشفنا في 2020 مجموعة الإجراءات اللي التزمت بها الحكومة المصرية، واللي من ضمنها الخبر بتاع النهاردة بتاع شركة أبو إير ما ينفصلش أبدا عن أجندة صندوق النقد الدولي، اللي هي تتخلص من ملكية الدولة في المؤسسات العامة لصالح القطاع الخاص. طبعا الشروط الخاصة بالقروض بتختلف من جهة إلى جهة، وبخاصة في قضية الضمانات. يعني إحنا للآن الصفحة أو البلاك بوكس أو الصندوق الأسود في قضية الديون الخارجية بالنسبة لمصر خلال الفترة اللي فاتت واللي زادت خلال السبع سنين الماضية بحوالي 100 مليار، هي ما هي الضمانات وما هي الشروط التي قدمتها مصر للحصول على هذه القروض السخية؟ لا أحد يعرف. هل تم رهن مثلا آبار الغاز الطبيعي لصالح الدائنين؟ يعني احنا قبل ثورة 25 يناير كانت مصر اقترضت 2 مليار دولار في عهد الدكتور مدحت حسنين وزير المالية، وقدموا الضمانة هي صادرات مصر من النفط، وده الكلام مدون على موقع وزارة المالية المصرية. فبالتالي المفروض تطالب به الجهات الرقابية الحكومة المصرية إنها تعلن عن هذه الشروط حتى نعلم ما هي الضمانات التي قدمت وإلى أي حد هي بتهدر السيادة المصرية. طيب ده بيخلينا نروح يا فندم للقرض بتاع النهاردة. احنا عارفين طبعا ان صندوق النقد الدولي لما اي دولة بتقترض منه زي ما قلت حضرتك ووضحت بتبقى فيه كوارث وتبعات خطيرة جدا، من رفع دعم وما إلى ذلك عن هذه الدولة وعن المواطنين في هذه الدولة. هل تشبه هذه الإجراءات القرض اللي احنا خدناه من دولة زي اليابان، هل هي تضع أسس معينة لتقديم هذه القروض، ولا إيه الخطوات بالضبط؟ هو طبعا القرض اللي حصلت عليه أو اللي وقعه السيسي مع المنحة اليابانية هي مؤسسة معنية بمشروعات التنمية اسمها جايكا. وهذه المؤسسة موجودة في مصر منذ فترات طويلة، لكن للأسف الشديد القروض التي تقدمها بأسعار السوق التجارية بمعدلات فايدة مرتفعة، والموظفين الموجودين في هذه المؤسسة
هم موظفين بيبحثوا عن كيف يتم إنجاز مجموعة من الاتفاقيات بغض النظر إن هذه الاتفاقيات في صالح هذا البلد أو ضده. حتى أذكر إن لجنة الخطة والموازنة في برلمان الثورة حينما التقوا ب يعني السفير الياباني وبعض مسؤولي مؤسسة الجايكا، وفي هذا التوقيت كانت اليابان أعلى دولة دائنة لمصر بحوالي 4.5 مليار دولار، أي وكان أعضاء برلمان الثورة بيطالبوا اليابان إنها تتنازل عن جزء من هذه الديون لصالح مصر باعتبارها من الدول النامية ونحولها إلى منح. فكان الرد هو لون إز لون، القروض هي القروض. فهم طيب بينطلقوا من منطلق تجاري بحت بغض النظر عن مدى استفادتك أنت كمقترض من هذا القرض أم لا، هو في النهاية عامل القرض زائد الفايدة بتاعته. طيب الناس لما بتسمع كلام الخبراء مثلا في الاقتصاد يا فندم او كلامنا يقول لك ايه يا جماعه، انتوا ازاي ليه مركزين على النقاط السلبيه في القروض؟ احنا شايفين ان هذه القروض ربما تدعم الاقتصاد وتشجع المستثمرين ان هم ييجوا ويستثمروا عندنا، وفعلا مجمع زي مجمع التحرير ده ما هو ما قديم ومرمي، لما تيجي بقى الناس من بره هتشغله وتعمله وبتاع وهيبقى حاجه جميله جدا في وسط القاهره. ازاي نفهم الناس الفرق بين الرأيين يا فندم؟ والله هو الفرق واضح بشكل كبير جدا يا استاذ احمد، لان اذا ما افترضنا ان مصر عندها اجنده تنميه، فاحنا بنلاحظ ان صانع هذه الاجنده او متخذ القرارات فيها دوما بيسير في الاتجاه الخطأ. ايوه بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي من خلال مفردات الخبر اللي حضرتك سردته ان المبنى هيتحول الى نشاط فندقي وسياحي وتجاري ومجموعه مطاعم. نعم. طيب انا لما احط هذا المبلغ في الاستثمار في هذا النشاط، وانا عندي منطقه بتعود بحوالي سته من اكبر الفنادق اللي هي الخمس نجوم والسبع نجوم حوالين المحيط التجاري لمجمع التحرير. عندي سمير رميس وشيبرد ورمسيس هيلتون والنايل هيلتون والجراند حياه والفور سيزون. والماريوت كمان قريب تقريبا. والماريوت في الزمالك يمكن بعيد شويه، لكن يعني اقول لك المحيط الضيق ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه اصلا هذه المنطقه بتعاني من زحام شديد. صحيح. الحاجه الثالثه ان في وفره من المراكز التجاريه في هذه المنطقه. أي. فبالتالي انا لما اصنع اجنده التنميه في استثمار اجنبي مباشر ان انا اللي بحدد القطاعات اللي تيجي فيها الاستثمارات، لكن للاسف الواحد ملاحظ إن المستثمرين الخليجيين عموماً لا يأتون للاستثمار في مصر إلا في مجال التجارة والخدمات المالية والسياحية والعقارية، ولا يتجهون إلى المصادر العجز في مصر وهي الاستثمار التجاري والاستثمار الزراعي والاستثمار الصناعي. فلما تيجي تشوف مثلاً حد زي ماجد الفطيم اللي بيمتلك أكثر من مول كبير في مصر، أيوة. بيعمل ايه؟ هو بيجي، انت بتحسب ان الاستثمارات دي استثمارات اجنبيه، لكن هو بيجي باسم نسبه طائله جدا من التمويل، شانه شان كل الشركات متعدده الجنسيه والاجنبيه بتشتغل في مصر. أيوة. ممكن يجيب من 10 الى 15% من راس المال ويحصل على بقيه القروض من الجهاز المصرفي المصري، ويبقى احنا كده ما استفدناش حاجه. يعني احنا احد الحاجات المفروض بنستفيد منها من الاستثمار الاجنبي ان يبقى في ضخ للعمله الصعبه في شرايين الاقتصاد المصري، فتؤدي الى زياده المعروض وتهدي السعر. لكن أيه. اذا كانت يعني ايه هو اللي هيضيف، ايه التكنولوجيا اللي هيضيفها تحويل مبنى مجمع التحرير الى فندق فخم؟ طيب معلش يا فندم، قبل ما ايه انتقل اللي هتزودها هذه الاستثمارات الاجنبيه؟ يعني ما فيش، يعني لما تقول لي ماجد الفطيم اقترض 4 مليار جنيه في 2017 2018 من البنوك المصريه عشان يعمل مول المازه، ويجي المستثمر الاماراتي الخليجي الامريكي مش عارف ايه، وانت لو فتشت في التفاصيل هتلقى القبعه الامريكيه دي متركبه على شركه اماراتيه في امريكا، يعني او شركه سعوديه في امريكا. فالتفاصيل هتكشف حاجات كتير جدا، لكن احنا شايفين ان مثل هذه الاستثمارات هي تسير في الاتجاه الخطا وليس في الاتجاه الصحيح. طيب معلش، عندي مجموعة أسئلة هختصرهم في سؤال واحد قبل ما انتقل لشركة أبو قير. فيما يخص مجمع التحرير، مجمع التحرير في مكان حيوي جدا وحساس جدا، وأنا مش عايز أخش مع حضرتك في الحتة الأمنية، لكن حضرتك شرحت إن هو تسويقيا
مش ده المطلوب، لان هناك الكثير من الاماكن التجاريه اللي عايزين يعملوا زيها بالظبط موجوده وشغاله على اعلى مستوى وبراندات عالميه. طيب امنيا يا فندم، هذا المكان الحساس هل يجوز ان احنا نسلمه لاجانب يجوا يديروه ويعملوا فيه اللي هم عايزينه؟ وهل ده بيسبب نوع من انواع الخطوره على مستقبل مصر، ولا انا زي ما بتطور في العاصمه الاداريه بطور لكم اهو القاهره القديمه؟ لا والله، يمكن الناحيه الامنيه انا مش متخصص فيها، لكن هي لها اهميتها. لكن انا البعد الاقتصادي اللي يعني ادعي ان انا بعرف فيه، ان اللي بتم في هذا القطاع هو مشابه تماما لما تم في العاصمه الاداريه الجديده، وهي سوء توظيف الموارد الاقتصاديه. لم تكن مصر في حاجه الى اكبر كنيسه في الشرق الاوسط، لان مصر مليئه بالكنائس. صحيح. لم تكن مصر بحاجه الى اكبر مسجد في الشرق الاوسط، مصر مليئه بالمساجد. صحيح. لم تكن مصر بحاجه الى فندق الماسا، مصر ليست في حاجه الى اقامه اكبر برجين او اكبر تيونز تاورز موجوده في افريقيا. مصر تحتاج الى ان تسد حاجاتها من القمح، لانها اكبر مستورد للقمح، واحنا شايفين التقلبات الموجوده في السوق الدوليه دلوقتي بالنسبه للاسعار والشحن. وطبعا هذه الازمه مرت بها مصر اكثر من مره، فكان اولى بينا بالمنح اللي جت بعد انقلاب 2013 والديون والاستثمارات ان يتم توجيهها بشكل صحيح لبناء اقتصاد لمصر. نعم. يعني ينتشلها من حاله التخلف الموجوده فيها. يكفي مصر الى الان منذ ثوره 52 حتى الان انها تصنف على انها دوله متخلفه او دوله ناميه اقتصاديا. للاسف للاسف، وده حاجه تؤلمنا كلنا كمصريين. طيب اروح يا فندم بقى لعوده طرح شركات الحكوميه في البورصه. بدات يتم عوده طرح الشركات الحكوميه في البورصه مره ثانيه، زي مثلا شركه ابو ايلي الاسمده اللي انا اتكلمت عنها مع حضرتك في بدايه الحلقه. لماذا يا فندم في هذا التوقيت تحديدا، وهي للعلم كانت توقفت قبل ذلك، لماذا عادت في هذا التوقيت؟ والله انا عاوز اقول لحضرتك احنا عايزين نفتح الملف ده شويه. احنا في 2019 كان وزير الماليه محمد معيط بيبشرنا بان مصر على اعتاب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. أيوة. وكان ده انجاز. يعني المفترض ان الادعاء اللي بتقول الحكومه انها انجزت في الناتج المحلي الاجمالي من حيث القيمه ومعدل النمو، ان كان يبقى له مردود ان مصر تستغني عن صندوق النقد الدولي زي بقيه الدول التي استفادت من برامج وتحسن وضعها الاقتصادي وبدات تقف على رجليها بالتعبير الدارج. نعم. لكن احنا فوجئنا ان خطه الدوله حتى قبل كورونا انها كانت لا تستغني عن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. اتت كورونا وحصلت مصر على 8.5 مليار دولار، وبقيت اجنده الخصخصه احد النقاط المهمه المطروحه من قبل الدوله. وكانت الدوله تعهدت في اتفاق 2016 بانها تطرح 23 مؤسسه عامه بنسب مختلفه للخصخصه، كان من بينها بنك القاهره، من بينها اخر حاجه تملكها الدوله في بنك اسكندريه. فلما نيجي لشركه الاسمده، فالطرح في هذا التوقيت احنا شايفين البورصه المصريه في اخر 6 شهور أداءها سيء جدا ومتراجع بشكل كبير، فيمكن الحكومه حبت تحرك السوق فتنزل 10% من شركه الاسمده علشان تتحول الى نوع من الرواج في البورصه. لكن احنا لو عاوزين ننظر نظره يعني تنمويه شويه للموضوع. ايوه. وهو يعني ماذا، يعني ايه اللي احنا بنستفيده؟ ان احنا عمالين نبيع في الاصول بتاعتنا سواء بالخصخصة أو بالتصفية، بنصفي شركة الحديد والصلب. نعم. بنصفي شركة القومية للأسمدة، قصدي للأسمنت، بنصفي شركات النسيج، بنصفي هذه الشركات أو بنبيعها الخصخصة. المفروض يعني تنمويا أن أنت لما تاخد الخطوة دي تعمل عملية إحلال. أيوة. أنت بعت مصنع تنشئ مصانع. صحيح. سواء كان ده من خلال القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من جهد مشترك بينهم. لكن اللي احنا بنلاحظه ان ده ما بيحصلش. احنا من 91 92 احنا بعنا اكثر من 365 شركه ومشروع، وللاسف اداء القطاع الخاص المصري او الاجنبي ضعيف، بدليل معلومه سريعه هقولها. اتفضل. ودي معلومات البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات
اللي انتهى في شهر 6 اللي فات بيقول لنا ان العجز في الميزان التجاري، يعني الفرق بين الصادرات السلعيه بتاعتنا والواردات السلعيه اللي احنا بنسويها من بره 42 مليار دولار. احنا بنصدر ب 28 مليار وبنستورد ب 70 مليار. طبعا 70 مليار دي كقيمه للواردات، دي اكبر رقم حصل للواردات في تاريخ مصر. نعم. يعني حتى بعد الانقلاب كان حجم الواردات 58 مليار. أيوة. انت وصلت فيها الان الى 70 مليار. فده دليل على ايه؟ دليل على ان النشاط الانتاجي بتاعك لا يلبي احتياجاتك في المجتمع. أيوة. فبضطر تلجا للخارج عشان تستورد للناس احتياجاتها. نعم. طبعا ده في كتير من المخاطر. لو في بيخطط الاقتصاد بشكل صحيح كانت الاستثمارات اللي حضرتك شايفها في البروباغندا الاعلاميه الموجوده في العقارات وفي القطاع السياحي وفي غيرها انها هتتوجه تشوف الفجوه الموجوده دي بين الصادرات والواردات. نعم. يمكن ازاي نسدها من خلال مشروعات موجوده في الاقتصاد المصري، سواء للنشاط القطاع الخاص المصري او الاجنبي او اي نشاط او اي جهه تيجي يبقى عندنا مشروعات حقيقة تنميه في مصر. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر سكايب، بشكر حضرتك على وقتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، زي ما شفتوا وتابعتوا، هو ده الكلام في الاقتصاد، الكلام الصحيح والواقع اللي احنا بنعيشه في مصر اقتصاديا، دي الحقائق وده الرصد الحقيقي للملف الاقتصادي. اما ما يقال عن ان الملف الاقتصادي ينتعش ان قدوم مستثمرين اجانب، كل هذه كلمات ربما تكون عباره عن مخدر لك ايها المواطن، ونحن لا نوافق على ذلك، بل نريد منك ان تستفيق وتعلم اين نحن اقتصاديا. الله كريم.